حدث جدا مهم عقب يومين كوب 28 عندكم مشاركة جميلة ومشاركة كبيرة، لو تكلمينا عنها أكثر. طبعا نحن مشاركين مع سعادة رزان المبارك العضو المنتدب بصندوق محمد بن زايد، هي أحد الرائدين في مؤتمر الأطراف، فسعادتها يعني عندها ما شاء الله عدة مشاركات وأدوار مهمة في المؤتمر هذا. بالنسبة لصندوق محمد بن زايد بيكون عندنا حلقة نقاشية عن أهمية الكائنات الحية يعني وتأثيرها على المناخ والعلاقة بين هذيل المحورين الأساسيين والمهمين اللي تتناقش وايد في مؤتمر الأطراف. جميل. فإن شاء الله بيكون تاريخ 9 ديسمبر في كوب 28، فحياكم الله تنورونا. بالتأكيد إن شاء الله، ونتمنى لكم أكيد كل التوفيق.